أعلنت مصادر طبية شفاء 44 حالة تحمل فيروس كورونا من أصل 64 حالة تم تسجيلها بمدينة رهط في النقب، آخرها لشابة عشرينية، حيث تبقى 20 حالة تنتظر إعادة الفحوصات حتى الوصول إلى إجابات سلبية. طبعا في مدينة رهط وصل عدد الحالات التي أصيبت بالكورونا ما يقارب 63 أو 63 حالة بالضبط، وتعافت ولله الحمد يعني في الفترة الأخيرة 44 حالة. هذا طبعا فضل التوعية والوعي عند الجمهور الرهطاوي الذي حقيقة يعني يمثل نموذجا لمدينة تسمع إلى أوامر وزارة الصحة وتطبق هذه الأوامر، بالإضافة إلى العمل الذي قمنا به كرئيس سلطة محلية وأعضاء بلدية أيضا وكمعلمين ومدراء مدارس، قمنا بعمل الجبار في توعية الأهالي بضرورة يعني لبس الكمامة والقفازات والابتعاد عن الجمهرة. رهط هي أول مدينة عربية يعني مع كل أسف أقول تركنا الصلاة في 15/3 من أجل الحفاظ على صحة الناس، واليوم الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها، وبالتالي هذا الذي جننا أنه حقيقة أنه تم تعافي أكثر من 44 حالة في مدينة رهط. وبين الحالات التي تعافت سيدة ستينية كانت ترقد في حالة خطرة في مستشفى سوروكا بئر السبع، إلا أنها استطاعت التغلب على المرض كما هو حال زوجها، حيث عمت الفرحة أبناء وأحفاد وأقارب أبناء العائلة اللذين تعافيا رغم تقدمهما في السن. تتوالى علينا الأخبار الطيبة بشفاء 44 حالة من الإصابات بفيروس كورونا. هذه الأخبار الطيبة في هذا الشهر الفضيل تدل على الوعي لدى أهلنا جميعا في مدينتنا وعلى امتداد بلادنا، ونحن نغتنم هذه الفرصة وهذه الأيام المباركة لنؤكد على التزام التعليمات كاملة حتى نصل إلى آخر حالة من حالات الإصابة بهذا الوباء، ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء. وفي بلدة حورة تم تسجيل 26 حالة تعاف من أصل 160 حالة، وفي عرعرة النقب تم تسجيل 11 حالة من أصل 24 حالة تماثلت للشفاء، حيث احتفلت العائلات في البلدة بإطلاق الألعاب النارية.